سامحوني السادة المستمعين، ما نجمش نكون أنا في المهارة نتاع ثلاثة نساء اللي بحذية اليوم ومعاهم ميمة. صدقوني بنا 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 كبيرة في العصايد الكل. ساعة ما نحكي لكمش عن ضفة والعفيفة، ما نحكي لكمش على الرتبة، ما نحكي لكمش على الزينة، ما نحكي لكمش على البنة. راهو حاجة من وراء العقل هذيك، علاش الجوري خليو طردوني بيان سور، طردوني، قالوا لي اخرج علينا، خذوا الوقت نتاعهم. دونك باش نشوفوا ريزولتا نتاع عصيده المولد البرنامج المدام وجيها. دونك شاركوا معانا الحفيظه بيار ولا لميا منصر ولا هاديه فرحات. هاي يا سيدي الجوري نتاعنا قسمت عطات اعداد لل بالضبط. احنا عطينا لي نوت كيما قلت لك، وجوج عطينا لي نوت، دونك فما 5 بوان على البريزونطاسيون، 5 بوان على اللون، و5 على التكستور، و5 بوان على الجو. دونك من بعد عملنا يوم وين جمعناهم هذوما كله، شفنا احنا انا احسن نوت. دونك فما فما شكون جاي في البريزونطاسيون خير من الجو، فما شكون جو خير كل شيء. دونك الموين هي اللي عملت لنا النتيجه الاخرانيه. اي دونك عطيونا انتم النتيجه. ميما تعطي انت النتيجه العصيدة متاع مدام حفيظة، فهمتني؟ هذية متاعها باهية، مي شيشة زقوق مر شوية فيه مطعم المرارة زقوق، خاتيك انت راو خاتيك انت وباهية ومزيانة جوسا سيوس صغيرة ديكيد نفيقو بيه زقوق وفيه شوية مرارة فيه يوم نغطيوه بالحليب. ممكن كان قليتو شوية تتنحى منه المرارة. انت شريتو شريانة؟ شريتو حاضر انا. فوالا استل لا ريت استل كيفاش ساعات كيفاش يغشوا بيه يعطيوك فيه. توا برشا عباد حصلوا فيه فاش السنه زايد الفرينه، وقت يحطوا الكونتيتي نتاع الفرينه قد قد جيهم يابسه. ما تخليش كلمتها في قلبها بالكل، ميما قلت لكم راهو زايد فرينه ولا ستيوس شنيا كيفاش. انت تحط الكونتيتي نتاعك تلقى روحك جاتك يابسه برشا، خاطر هما مخلطينه شويه بالفرينه، فما اصله من نصله. دونك مش شكلي تحمر في الكوشه تنحى منه الجو نتاع نتاع الوحده. باش نزيد جوست على الكلام نتاع ميما، دونك عصيده زقوق قد ما تحط فرينه قد ما ماذا بيك تحط له مينيموم فرينه، قد ما تحط اقل فرينه. وكيبدا فما مراره؟ يبدا فما مراره تفيق بها في زقوق وشويه حليب النسلي ينجم يغطي لك، كيما نعملوه في السترونات ساعات نحي لك المراره وكل اللي يقول خايف النسلي ديما يغطي، معناها تنقص شويه في السكر وتحط حليب نسلي هو اللي ينحي لك الكلام. اما يبيضها يبيضها خاطر نطيبوها بالماء يبيضها العصيده تولي بيضها. شيف اسمع على الغالب مو عندنا امه اللي يوريك. بيان سور بيان سور بيان سور نتاع الناس بكري اكيد اكيد اكيد. اي بريزونتاسيون نعطيك 10 سور 10 لهيديا فرحات. فوالا فوالا الكوب هذاك دي بريزونطاسيون 10 سور 10 نعطيك. مي تخلط ما تعرفش روحك شنو اللي تاكل. تاكل في الزقوقو، تاكل في 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 تاكل في اللو مش كنت ديما نحير العباد. ما تفهمش ما تفهمش شنو تاكل. تاكل في البوفريوه وقت تهز المغرفه تتخلط الكل مع بعضها، الا تخلط ما عادش تعرف روحك شنو اللي تذوق. انا جو غيمي يبدا كيما نتاع مدام لم يبدا زقوق وحده ولا حاجه اخرين وحدهم، قدرت تذوق كل حاجه وحدها. ما تنجمش بنا 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 يعطيك الصحه في البريزون قلت لك 10 سور 10. مي وقت تهز المغرفه ما تعرفش واش تاكل. تاكل في اللوز، تاكل في البوفريوه، هي ما الخلطه هذيك بنينه لوز وبوفريوه وواحد وكل. مي هذيك مثلا تعملها في مثلا في عشويه في حاجه، اما احنا قلنا عصيده زقوق فهمتني. نعطيك سيت دمي. نعم على على العصيده سيتي دمي. اي سيتي دمي البريزونطاسيون نعطيك 10 سور 10 البريزونطاسيون. انت عزيزه نعطيك 8 باهيه ميرسي شره ماهيش يابسه شوريتها في داني. اي خاطر كي تبدا ياسر تتقص بالمغرفه وقتها ياسر فرينه تولي خايبه. انا من اللون ديجا عرفتها اللي باش تكون وما فيهاش مطعم المراره بالكل فهمت. يا ريت امي ماهيش تتقص بالمغرفه. دونك لي نوت مدام وجيهه، دونك مدام حفيظه دونك النوت نتاعها جينيرال 7 على 10، مدام هاديه فرحات النوت نتاعها 7.5 على 10، ومدام لميا مبروك عليك النوت نتاعك 8 على 10. مبروك 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 لميا منصر. ما حدينا شكرا ليكم اللي
شاركتونا معاكم في العصايد نتاعكم اللي يلزمها جهيد ويلزمها وقفه ويلزمها محبه هكا ولا ربي. تحيه صغيره لكل امهات التوانسه اللي تعبوا برشا في العصيده والاولاد اللي عاونوهم، والله يرحم زاده كل ام وكل ممات اللي خليت بلاصتها بالنسبه للمولد هذايا. يعطيك صحة، شكرا ليك. دونك في هالجو الاحتفالي هذا نقولوا مبروك مرة أخرى لميا نصر من حي تحرير، شكرا ليك وبارك الله فيك. ورانا باش نصدموا عليها العصيدة كان خليه لأولادي. أعطيني فاصل خنزق العصايد أنا زادة، حطينا الموزيكا يلا. عاد لخواتك وين مخوات، السلام على 11 و16 دقيقة مرة أخرى، مولد مبروك. غطسوا لي الأولاد في العصايد، غطسوا لي في الأصحاف، اش باش يخرجهم من غادي. راو تبارك الله ما شاء الله، راو شبيك، راو رجال اش باش يعبي لهم المعده ما شاء الله تبارك الله. بالله وجوج كثرنا منهم المسابقات هذوما، مسابقات انا اش نعمل في حياتي. علي فكر علي توا برا شوفوه وين، ان شاء الله نلقاوه علي كرول توا في الحصيد بوغنجه. ان شاء الله بنتي كل عام وانت حي بخير، ان شاء الله مولد مبروك. بعثنا ولدك خليت روحك في الرجيم، بعثنا ولدك تبارك الله. ها سلت شطر الصحافي ما شاء الله دا كوردو فما حدا مشك. يلا يا سيدي، ما زالت الاجواء نتاع المولد نتاعنا، ما زالت ما زلنا نحتفلوا، ما زلنا شيخين. اكا سيدي بوسعيد وكسهسوها ويني دراويني، اي اي قاعده تحضر في اجواء سيدي بوسعيد ونرجعوا لها بعد. اما توا بيان سور الاولاد باش ترتاحوا شويه من الماكله، من قبل مرتاحين ترتاحوا من الماكله، من الماكله ومن التخمام، باش نمشيو مع زهيره. زهيره انت شكون؟ زهيره مولد مبروك. ان شاء الله مولدكم مبروك، وان شاء الله ديما جاوكم هكا، هو ديما جاوكم تحفونا مليون سبيسيال لكمباني دو عصيدة. اي جستمو تبارك الله، جاتنا الالوان وجاتنا جاتنا بالزقوق وجات بالفستق والبندق والدنيا وكل شيء ما شاء الله. محليكم والله ربي ما يفضلكم ويزيد علينا الخير. احكي لي عملت عصيدة انت ولا نهو؟ ديت تبارك الله لقت مديار الكل صحيح كي مرتي كوليكت نتاع عصيدة صحيح عملت كوليكت نتاع عصيدة نمشي نعطيهم ضحكة ونقول لهم يعطيكم الصحة وبعد نرجع لهم بان فيدباك باهية ولا مش باهية. ما انا الحقيقة جوس ندور المغرفة في الصحفة وقت تحضر. انا مرتي ما تطيبش اما تعمل كونكور واحدة في الدار صحيح ترق على رقعة ياسر تلمدهم الكل تحطهم بحذاها خالتها وامها وامي وكل تقول لهم هذيك باهية وذي خايبة وهي ما تطيبش. بارك الله ما شاء الله تو كي يولي عندها صغير صغرون ان شاء الله بقدره ربي تولي بالسيف الطيب سبابات ولي هي تحب توكل ولده وتحب ذوق وهكا مكلتها وسوي بعدها كل شيء راجع ساكت لابد شنية غطس يظهر لي رزن كثرت شوي حاسي بديت السكر انا بدي ترهوجت الحقيقة متاع ربي. دونك خذ علي ساير الله يبارك لالا افي غران بليزير. اما اليوم نحب الاولاد يناقشوني باش نحكيو في موضوع انا كل ما تصير مناسبة هكاية سورتو المولد نحسه فريمون حفلة عائلية هو والعيد الصغير والعيد الكبير ديما نحب نذكر الامبورتونس والاهمية متاع واحد باش يتلم مع عائلته ونحب نتناقشوا فيه الموضوع خاطر نعرف اللي فما ناس تاو تسمع فينا تنجم تكون متعاركه مع عائلتها ولا عندهم مشكله عائليه تخليهم ما يتلموش وتخلي لي زيغو هما اللي يحكموا فينا وتجي مناسبه وما نتلموش باش نشارجيو. اليوم باش نحكيو على الاهميه نتاع اللمه العائليه كيفاش مشكل نهار المولد معناتها تكون مهمه فتره بعد المولد على خاطر تعطينا شحنه وتعطينا انرجي تخلينا نقدموا في حياتنا وباللي سوفنير احنا شحكينا قلنا عندنا كونت في مخنا نحطوا فيه لي سوفنير الباهين باش نهار اللي تصبح مدشدش وما تنجمش حتى تقف على ساقيك تمشي فاك الكونت اون بانك هذيك لعل تجبد السوفنير نتاع المولد وتتذكر الضحكه وتتذكر اللمه وتتذكر روايح البنينه وتتذكر العائله وتتذكر الحن وتتذكر حتى وكان فما مشكله اليوم نجموا نعملوا بوز. اللي يسمعوا فينا الكل ينجموا يعملوا بوز مادام عائلتنا موجوده مادام الكلنا حيين مادام صحتنا تخلينا نجموا نقفوا ونجموا نحتفلوا. وزاده فما حاجه مهمه برشا وان شاء الله توافقوني فيها حتى اللي فقدناهم نخليهم يعيشوا ويعاودوا يحيوا فك المناسبه هذيك كي تتلم للعائله ينجم الكوزان تاعك يذكرك في خالك تنجم مرت عمك تذكرك في عمك وكاينهم النهار هذيك يحيوا معنا ويرجعوا حيين ونتذكروا لي سوفنير نتاعنا واحنا صغار ونتذكروا العبد هذيك ونذكروه بالخير باش نجم تكون حاجه مهمه برشا. فما برشا عبيد كيفينا هكا وبتدخ وجيها وبتدخ نتوما زاده الاولاد نقولوا ما عنديش
وقت ولا فك علي اختاني ولا شهزني ولا ياسر ولينا نستسهل وشهزني وهي هرجة وتلقى عبيد معتها في البورتمينيت ومعاش تتلم في دار الميمة ومعاش تتلم في دار الخالة ومعاش تتلم في دار العمة ونعديو نهار كامل وإحنا قدام التلفزة ولا على تليفوناتنا على خاطر نبخلو ولا على خاطر أنا بيردو لابيتود. اللي فقد لفات اللي يتلم ويبخل باش يتلم راهو خاسر راهو هو خاسر راهو خاسر انرجي ايجابيه باهيه وسورتو سورتو سورتو تستنفع بها في بدنك مش كان العصيده باش نشيخو بها الضحك اللي باش نسمعوه الروايح الديكور نتاع دار خاله كبيره ولا ديكور نتاع دار حد في العائله ميمه ولا حاجه الديكور هذيك راهو يرجعنا لصغرنا ويعطينا سيكوريتي يعطينا حمايه احنا كبرنا في كل حمايه نتاع العائله لا سيكوريتي والعائله تعطينا ستابيليتي به يا سيدي صار اللي صار ناس تسمع فينا توا تقول لك ليه احنا متنبزين متعاركين فما عائلات على الورث فما عائلات الله اعلم على شنو متنبزين وين واصله بهم الامور هكا ولا باش يقعدوا عائله ولا نجمش واحد ينحي خشمه من وجهه لا نعملوا بوز ممكن نعملوا بوز ممكن البوز هذيك هي اللي تنجم ترجعنا ونشوفوا مشكلتنا نراوها تافهه ونغزروا لها من بعيد ونقولوا كيفاش تحرمت ماك العبد هذيك اللي نحبه كيفاش تحرمت من العبيد هذوكم اللي اون فيت نيتهم معانا راي والله لا تنجم تكون خايبه برشا عبيد يقولك حبي فك لي وسمعني الكلام وهذيك تغير مني احنا اش قلنا نهار اللي حكينا على لي بيزوان العبد كي تحسوا التكريتيك ولا يقولك في حاجه خايبه ليك انت راهو هو عنده بيزوان خليني انا نشوف شنو ما لي بيزوان اللي نجم نعاون بهم عائلتي بتدخل الكلام الحلو بتدخل نقول لي مامبر دو ما فامي نقول لهم راهو عمري ما خليها بيك باللي نقدر باللي نقدر الكلام الحلو والقلب الصافي والله يرجع العلاقات بين اكبر قاعده في الدنيا إذا كان واحد يصافي قلبه لازم كي نتلموا أون فامي مهم برشا باش الناس كل تمشي بنية صافية والناس كل تمشي بنية كان عن نهار هذاك نحضر معك في المولد وإن شاء الله غدوة تخلق أما هيت نحضروا في المولد هيت نتلموا هيت نتذكروا تواريخنا كنا صغار نلعبوا شبينا ولينا كبار ولينا هكا دونك مهم برشا اليوم باش اللي يسمع فيا ميسال شي يهز صحيفه ويمشي لدار حد ميسال شي يهز حتى تليفون وبربي الكلام الحلو راهو بلي فلوس راهو الحاجه الوحيده اللي بلي فلوس وما تضرش الصحه هي الكلام الحلو اللي نجم ما فماش عبد ما فيش حاجه باهيه هز التليفون ذكرك العبد هذيك بالحاجه الباهيه اللي فيه ذكر العبد هذيك بسوفنير عشتوه حتى في صغركم مع بعضكم اللي كان مهم برشا ذكروا حد عزيز عليكم وفقدتوه ذكروا اي حاجه اللي تخليكم فك اللحظه واحد يحس روحه دافي دافي من داخل اللي عبد دافي من داخل وفرحان من داخل اللي هو ان فيت كي الشجره رانا كلنا جايين فرد عروق احنا عائله دونك احنا عروقنا هما بيدو ميساجات نذكروهم نهبطوا لوطه شويه نخليو لي جو نتاعنا دو كوتي نشكروا الناس نحمدوا ربي اللي هما مازالوا موجودين وصحتهم لاباس اي دوما اي تان اوتر جور كيما يقول الفرنساوي تا غدوه صباح نصبحوا ميساج اللي عنده مشكله يتذكرها غدوه صباح مفيد اليوم نربيو صغارنا على العائله على خاطر هذاك اللي باش يقعد صحيح نربيو صغارنا على المحبه فوالا ولا مقبل كل شيء وهذاك دمك وهذاك لحمك وهذاك اللي تاخذ منه القوه وهذاك اللي تاخذ منه الانرجي وهذاك اللي تقدره وهذاك اللي تسامحه هوني نحب نحكي ان بتي بوين على السماح يا وليدي راهو سماح لا ينقص منكم لا يد لا ساق راهو سماح عمره ما نقص من حد حاجه راهو كلام راهو نيه صافيه كي نقول سامحني العبد احنا عندنا سامحني السماح ميسالش قولها وما تستناش في يرد عليك انت قلتها نتخيلوا لي قلبنا كي القلب يصوروه الصغار لو كور روج هذاك الكل اقجره كي تبدا متغشش على حد القجر يبدا معبي بالفيميل كحله بالدخان اكحل هكا ملوث لك قلبك يا سيدي حل القجر اللي في قلبك وخلي هكا الفيميل اللي تلوث لك في قلبك الدخان يخرج صفي انت قلبك وخليها على ربي انت اليوم حتى وكان فما عبد تعزه وفما اون بارتي دو توا تحب تقول سامحني ميسالش اليوم عقد النيه وقول انت سامحني وميسالش وكان ما قالكش السماح انت عملت اللي عليك وصفيت قلبك وتشوف ترقد وتقوم غدوه تصبح اخف ورا والله له كلام تاع كوتشينغ والله العظيم تجربه راهو كي تقول سامحني انت تخف كي تقول سامحني انت تتحرر وراهو كي تقول سامحني انت ترقد كما قال دالي راسك على المخده لبس عليك ترقد مرتاح وما وراك حتى شيء دونك اليوم نتسامحوا اليوم نقولوا نحبك اليوم نقولوا الكلام الباهي اليوم نتلموا على طاوله اليوم نتذكروا الناس اللي ماتت وفقدناهم وتوحشناهم اليوم ناخذوا الشحنه وناخذوا لي سوفنير اللي باش تخلينا نعاودوا نلقاو موتيفاسيون ونقدموا مع بعضنا بدون مانيير محليها معبيه بالمحبه كما قالت وجهها يعطيك الصحه اي انا المحبه وال والصفاء الصفاء معناه مش عليكم والله الصفاء والمحبة والكلمة الباهية والتسامح أنا شعارات يدوك ديما هزتهم وماشي بيهم ونفتخر بيهم على الأخر خاطر بالحق يرتحوا أنت تحس روحك نفسانين مرتاح شو اللي فيها وكان عبد غلط وطلب السماح وإلا مثلا عبد غلط في حقه وقال له سامحني وسامحه ما فما حتى مشكل بالحق فما حتى مشكل والمحبة ونعلمه بالحق ولادنا ال الكلمة الطيبة
نعلمهم الكلمة الطيبة، علمهم يقولوا حاجة محلية راهو من الصغرى يزمك تعمل تعلم ولدك أنه يقول الكلمة الباهية، وأنه يشوف حاجة محلية يقول محلاها، واللي كيف عبد يعطي حاجة يفرح بها الحاجة هذيك، ويعرف اللي هو جيزة هذيك مهم راهو كيف تعطى. شبيك حطيت لي هذي حلوة حلوة زادة حلوة بالله العظيم المولد مولمني على الاخر ماشي معاك صدقوني والله اقسم بالله بعد ساعتكم مشيت كب من بعد على الصحافي اللي مشيو تسلتوا بكلهم درغمناهم درغمتوهم الكلهم عليك ليهم بالبلار استهسوها تو الريق متاعي شيح استهسوها تو وصلت سيدي بوسعيد نمشي ونشوفوا اجواء المولد في سيدي بوسعيد مع سهسوهات وفيه الكلام الحلو يسر عليكم أسهسوها كيف أنت؟ أوه طقس شتوي توا خاطر في الاستديو نحن مرانا منيش فايقين بالطقس قاعد يتبدل أسهسوها غو بونجور يا ربي إن شاء الله تسمع فيا قالت باش تمشي سيدي بوسعيد يصور لنا الأجواء البارحة الأولاد عملوا الخرجة في سيدي بوسعيد خرج سيدي بوسعيد وعملوا دو سبيكتاكل ياسر ياسر مزيانين في النجمة الزهرة شوف دي فيديو إكسترودينير سهسوها أهلا بيك عادت من جديد كليت البامبالوني ولا كيفيه غو بونجور أي أهلا بيك مولد عسلامة نقول نسمع فيا مليح حتى شويه كونيكسيون هكا ترى با لا لا نسمع فيك بالكدا بالكدا خذ الواي فاي القصر وينك انت يا يحكي لنا فاتوك اجي سيدي بوسعيد احنا من احنا في سيدي بوسعيد هاي فاتوني وفيتني اكثر اكل الجو قالوا لي عملوا ذبحوا عاسي عملوا الناس كل ما شاء الله الزوار كل لهنا ليو دونك العشيه تستنى فيكم سهريه باهيه باهيه على الاخر اللي حتى العشيه اليوم ريتهم معلقين وين زاويه باش يعملوا سهريه توا على الاخر دونك ننصحكم الناس كل ديريكسيون هتكون سيدي يا هنا لهنا تجي اقف ما نقف هنا يجي العبيد باش تقعد مش تسمع فيا بالكل اقف في بلاصه امانك سهسوهيت سامحني اقف في بلاصه باش نجمو نسمعوك خاطر وانت تمشي قاعده الكونيكسيون تتقص محليها تصويره في سيدي بوسعيد ياسر مزيانه سيدي بوسعيد بلاصه شابه برشا 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 ونظافه والعفيفه محليها والاحتفال بالحق فيها سبيسيال على الاخر البارح كيف ما قلت لكم فما دو سبيكتاكل تعملوا في النجمه الزهره ياسر مزيانين والعبيد وطاقه الاستيعاب بيان سور 50% ديما ديما في الفضاءات الثقافية والفرجوية 50% ما في الشارع وفي البلايس الأخرى والقاوي تبدأ هكي الدنيا تعج والبارح اللي البرة الناس اللي البرة أكثر من اللي من داخل في النجمة زهرة كان سبيكتاكل ياسر ياسر مزيان تصوير حلوة برشا كليك ما منصوبين في البهو البرة وفرقة سيدي بوسعيد قاعدين ينجدوا والعبيد دايرين بيهم واقفين كنشوف صغار وكبار محليهم محليهم وكذو وفرجة ياسر ياسر مزيانة دو سبيكتاكل وشفت زيد البارح في دي فيديو الـ 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 العاسي كتذبح وحاجات ياسر 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 مزيانين دونك البارح كان سيدي بوسعيد تحتفل اليوم زيد كيف كيف هاي العشية قلت لنا اسهسوها باش يكون فما سبيكتاكل زيد غاديك دونك هالمو نمشي ونتشبعوا بالفرجة نمشي ونتشبعوا بالأناشيد اللي ياسر محليها أصوات ياسر مزيانة خارجة من الناس عندهم هكا برشا روح عرفت أصواتهم ياسر ياسر حنينة وحلوة حضرتوش هكا على خارجة من الخرجات لأولاد نتوما ليه سنة يعني سنة مش سنة في حياتكم هكا تاوش مش تاوش يحكي لي على خرجة في عادة دالي كان كنت في السلمية كان في السلمية كي كنت زي
مدنجري باين قسم بالليل عظيم مراهو سلامي تكون في المكتب والله كلينا يا ودي اسمعوني اسمعوني شبيك قريتو كيف سلاميت بير بلون اسمه عاد عندي النصر بحدي صحيح خرجت النصر سلاميت كيفاش كانت اجواء الخرجه اللي شفتها وي والله صغير وجوش في سيدي بو في سيدي بوسعيد ليه ناقل بالطبيعه ناقل في سيدي بوسعيد كما كل عام معناتها بابا يهزنا اما من بعد ما عادش مشيت معناتها الحق اما كي كنت صغير تمشي لي لاونج يعني مع اخويا راجع انا نهز في يوسف مش نعمل مش خليه وحده كيكه يتكنت دونك ما مشيتش بالكل ما شفتش مش مولد اي ذكر سيدي علي عزوز اي مناسبة نسيت البلاصة الأخرى الحق شنية اسمها ما حضرت في الأجواء هذية معناتها وشفت معناتها الأمور كيفاش تم وشنو معناتها الحاجات اللي يصيروا فريمون معناتها تبدأ قاعد قدام حاجة تحسها معناتها هيستوريك على الأخر معناتها كأني قاعدة تعيش في ذاكرة من مئات السنين معناتها كي تشوف حاجات كيف هكاية ما عاودش جددت التجربة الحق تعرب ماذا بيا ننظمه كان هكا نهار نوليو نحضروا في سيدي بوسعيد ولا خارجه نتاع كله من راجع نمشيو القروان انا مشيت مره القروان وانا صغير ومشيت زاد الجيبس عندهم غاديك حاجات زاد مزيانين يخرجوا بالفرسان يبداو يضربوا بالكارابينا اش اسمه كارابيلا ونابل زاد ونابل كيف كيف دونك كنت مغروم برشا بالسفر دونك هذاك علاش ومشيت شفت في برشا مدن من تونس وضواحيها يعطيك الصحه يعطيك الصحة شكرا ليك دلول بارك الله فيك شكرا فيك سبحان الله ال 11:32 دقيقة جاه ربي يعطينا الجو التونسي متاعنا ونرجع نكملوا معاكم في المدام وجهة حتى نص النهار 38 دقيقة ما زلتوا مع المدام وجهة ما زلتوا في أجواء المولد النبوي الشريف نعود نقول لكم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير إن شاء الله في الصحة والعافية يا ربي الناس الكل انتم والناس اللي تحبوهم الكل ابني كما قلت لكم المثقف الجميل الرائع تغيب ولكن 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 حذر الخدمة متاعه هذيك علاش باش نمشي ونشوفوا معاه الرسميات متاع اليوم علاش باش يحكي رسميات يا صباح النور يا صباح الفل يا شعب الحقيقة الويكاند عدى حافل بالقدي خاصة بعدك أمك صنّي في الحكاية عليها الرئيس واللي هما ويكالات ترقيم زادت طيحت لنا في النوت متاعنا وصعبت علينا الأمور مثال خليني نفكركم يا شعب الجمعة اللي فاتت الرئيس عيط لوزير الداخلية وقعد معاه يحكيه في متى يسر من المواضيع والحاجة اللي ركز عليها الرئيس بالقدي هي الاقتصاد وخاصة ويكالات ترقيم وفي الحقيقة هو بدأ يحكي في الموضوع وانا حطيت يدي على قلبي خاطر عارفه بش يصدمني والحقيقة الرئيس ما خيبنيش اهبط في وكالات الترقيم ركبة قال لك هالمؤسسة هذه ولا تقول امك صنافة ولا قول هي الاستاذ ونحن تلميذ تقعد عاقل تعطيك عدد به وكان ما عجبتهمش يمقصوك شنية قلت لي يا شعب شنية هما وكالات الترقيم والله يعطيك الصحة عجبتني كيفاش على الصباح وفيقلها أي يا سيدك يا بن سيدك وكالات الترقيم هذه عبارة على شركات كبيرة اللي تمشي لها الدول وتقولها يا فرير إيش شوف لي اقتصادي وماليتي وجوي واعطيني تقريرك وصنفني يقول قايل علاش نوحلوا في رواحنا ونعيطولهم ما هو فهمني يا شعب نحن نسحق قروضات واستثمارات من برا وبش الدول تعطينا والمستثمرين يحطوا فلوسهم في بلادنا فأكيد يحبوا يعرفوا شنية أمورنا وأمور اقتصادنا وعليه وكالات الترقيم هذه هي لهي بالتصنيفات هذا نزيدوا نفسروا الحكاية ريت يا شعب كل وكالات هذم يقولوا فيك كلمة خير ويعطيوك نوت بيها فإنه تنجم تمشي تتسلف فلوس من برا والدول تعطيك وهي متهنية وكيكة تاخو قروضات بنسبة فايدة يعني أنت ريس طايح برش أما كان عديت على اقتصاد بلاد معينة ولقاته في حالة والأمور متعبة فأكيد باش تعطيك نوت خايبة وكيك الدول ما تحبش تسلفك وحتى كان عطاتك تولي تشحط في الانتيريس وأكثر من هكا المستثمرين يولي مذهبهم ما يحطوش فلوسهم في البلاد هذيك مريقل يا شعب هكا نحن عنا مديدة تو ويكالات الترقيم طيحت لنا في النوت متاعنا وهكاك تصعب علينا ان نتسلف فلوس ونسلك امورنا عام سنة الحكاية هذه غشت الرئيس وقال لك يا اخي ما تصنفنيش وما تدورش بي وهذه تدخل في السيادة الوطنية لتونس هو الحقيقة
كلامه كنت نجم نسمعه ونقول الله يبارك ان جاء اقتصاد تونس مريقل وقاعد يتحسن، خاطر ابريتوها وكالات الترقيم هذم ما همش ملاك على وجه الارض وساعات يعملوا عمايل. وتقريبا بعد الأزمة المالية متاع 2008 المصداقية متاعهم ضربت، خاطر غطاوا على حكاية وما نبهوش الدول بالكريز اللي في الدورة. وأكثر من هذا، وكالات الترقيم هذم عندهم دي كريتيري يشبهوا لمتاع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، واللي دزوا أنه الاقتصاد لازم يبدأ شادد ثنية معينة. ش قلت لي يا شعب بعد هذا الكل اللي قاله قيس سعيد وكيفاش حكي على الوكالات هذم هو اللي زاد طيحنا في النوت؟ لا يا غالي، ما عندها حتى علاقة الحكاية هذه، خاطر جماعة هذم يخدموا على تحاليل ويتبعوا الصغيرة والكبيرة في الاقتصاد، وزيد التصنيف متاعهم وتفريق المعادلات يصير كل مدة معينة. يعني هالزلقة اللي طحنا فيها نحن تو عندها مديدة تحضر. تونس تو نجم نقوله وقفت الزنقة بالهرب، خاطر بعد النوت الخايبة هذه جيبين الفلوس باش يصعب، ولا دول باش تحب تعطيك فلوس، ولا مستثمر باش يجي يحط فلوسه في بلادك. اما هاو حسب ما سمعت وانه الرئيس والبنك المركزي ضربوا تليفونات للجزائر والسعودية والامارات باش يدبرونا تفتوفة نشدوا بها رواحنا لين ربي يسهل علينا ونلقاو خرجة من هالزنقة. اما كيف ما يقولوا المتغطي بمتاع الناس عريان. برافو 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 ابني الجميل الرائع المتساهل زاد هو اليوم عنده اموره. امين صباح النور مخرج جيل العصيده نتاعنا، اي خساره فاتوك برشا صحافي امين مش مستانس. استاذ خليل كبايك على غالب في باليش بيك باش تجي، ربي فضلك مرحبا بيك يعيشك. يلا يا سيدي نمشيو لك الساسوا نشوفوها باقي شاده في اجواء سيدي بوسعيد، نشوفوها اش عملت وين ركحت وين ركشت اش فما اش ما فماش. حبيت نذكركم البارح في سيدي بوسعيد وفي النجمه الزهره نحكي لكم شويه على على العروض اللي صارت. ينظم مركز المتوسطية وجمعية المالوف والإنشاد الصوفي بسيدي بوسعيد بمناسبة المولد النبوي الشريف في إطار عملية الجمع الميداني لتراث اللامادي وتوثيقه، برنامج بالمناسبة هذه البارح 17 أكتوبر العاشرة صباحا. فما خرجة العاص اللي حكيت لكم عليها الأولاد تنطلق من زاوية سيدي شنوها سيدي عزيزي اي سيدي بوسعيد داكوردو دو على غالب فما حاجات ما نجمش فلوريات ما مش خالتين مريكليني الرابعة بعد الزوال في قصر النجمة زهرة الحزب سبعة ونص مساء إلهم زياب مقام زاوية سيدي بوسعيد. واليوم زاد كيف فما عرض قلتنا عليه أساسوها من عرش كان نجمنا نجمو عدي وهذه يلا أساسوها غو بونجور او باه ثلاثة مرات غو 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 بونجور والله انا لهنا عامله جو على الاخر عطيت التليفون وشيخهم عملت تاور عملت ستوريات لهنا دخلت لهنا هذه اسمها صحفة سيدي بوسعيد دونك باش نحاول نوريكم لهنا الصح كيفاش مثلا في سير الايام هذه الكل يبدا معبي ابوك باي كيف ما نقولوا بلغه الدارجه كان تلقى بلاصه وتتصور لهنا دونك لهنا عندنا الجامع هاكا من هوني وكل عاده الجامع يسكنوا فيه عباد يتلهاو بالجامع والزاويه وكل كيما قلت لكم قبيله فما احتفالي في العشيه مع الستة السبعة هكيكة دونك لقينا هنا نحاول ندخلوا هكا بالسياسة ما يعطيوناش على اليوزنة دونك لهنا قاعدين يسيخوا وينظفوا كل الاحتفالات بعد هاكا كيما قاعدين نشوفوا في المباشر حيوا المدام اللي قاعدة تقوم بالواجب يعطيها الصحة اليوم دونك هاكا قاعدين يزينوكم الاحتفالات بعد هاكا فما الكاسيتات مغادي باش يحطوا فيها الاناشيد وكل دونك يقول لك رد بالك البس بافيتك واحمي روحك وادخل على روحك زادك وشوفوا الزوار هاكم قاعدين يلتحقوا بالمكان توا ريحة نظافة والعفيفة وحدها يا خويا دونك اليوم الستة سبعة وقتاش انت ما الستة الستة السبعة يبدأوا يدخلوا في العبيد وكل باش تلقاو الأناشيد الدينية
قالوا لنا زيد باش تكون فما العشاويه لهنا العشاويه اللي سنتنا بها واحنا صغار هذيك يجيو للحوم يا حسره 3 سنين قبل كنا نحتفلوا احتفالات خارقه العاده بالمولد واحنا غادي في بومال يا حسره توا ما عادش عندنا الحق في الضاحيه الجنوبيه غادي ما عادش عندنا الاحتفالات كيما علاش ما عادش عندنا الحق فهمتش اش معنى ما عادش عندنا الحق مش ما عادش عندنا الحق ما عادش عندنا الاحتفالات كيما قبل شوي ان شاء الله ترجع الدنيا خير ان شاء الله بالكورونا خاطر العامين ونص هذوما راهو شادين روحنا شوي على التجمعات ايوه صحيح كل عاده ما يغيبش عليكم التوريست التوريست اللي يجيو لهنا ليامات هذيا بالنسبه للمولد النبوي يفهم وقاعدين ورايا بالضبط كما قاعده توصلكم الصوره قاعدين يختاروا هكا شنو هي باش يشريو عن الصحافي صحافي المدينة لي تابلو هاك كيما قاعدين شوفوا كان تحبوا توصيني على حاجه وكان واحد منكم انتي مرشي على كيلو فلفل ما جبتوش خلي باش تجيب لي تابلو ولا واحد برعش يعطيك صحة سازو شكرا ليك بنيتي لنهار دخلت بحاجة للدار بارا بركة مش مشكلة إن شاء الله ندخلوك عروسة ونرتاح والحقيقة بتعربي إن شاء الله يعطيك صحة سازو شكرا ليك على التصاور المزينين بركة لو فيك إن شاء الله مولدك مبروك مرة أخرى نمشي وفاصل ونرجع ونشوفه اليوم شنو حضرنا راجح 48 دقيقة الاحتفالات ما زلت متواصلة في الأوبن سبيس عنا غديكة الكلهم يلا يلا بشتيح والصغاريت والأجواء احنا ما زلنا في الأجواء امتعنا في المدام وجيبش نشوفوا راجح اليوم على شكون يا خي يا سطرتو يا سطر شد روحك أكيد في شد روحك باش نقعدوا في أجواء المولد النبوي الشريف واخترنا شخصية تحاذي ليميت نتاع الفزابل بقليل وإحنا في العملية نتاع تريو سيليكسيون اخترنا في الأخير رمز من رموز الإسلام في تونس ألا وهو سماحة الشيخ مفتي ديار التونسية سيد عثمان بطيخ بون باش نكونوا واضحين مش في شخصه ولكن في المهنة ككل سيد عثمان بطيخ من مواليد 1941 دونك العمر 80 سنة المهنة الناطق الرسمي باسم سيدي رمضان الأدوات المستعملة باش يكزرسي المهنة متاعو تيليسكوب وسبحة عنصر المفاجأة مفقود تماما ولا فاجئنا عام وجاي رمضان معناتها هكا مش في اللي نقولوا احنا في النهار اللي متوقعين باش يجي فيه ما كل مره يقولنا الاولاد سمعتوا ما هو راه نهار الخميس اي في بالنا دونك نهار الخميس هذاك هو هذاك هم متفاهمين فيه الميزه تونس الكل تقدروا الا واحد برك اللي هبط لانتوكس خبر احالته على القطب القضائي المالي شوف الخيال معناها على شنو شبهه الفساد موسم الحج نتاع 2015 شوف الدهاء السيد هذا بينه وبين روحه غزر قال زعما مفتي ايش ينجم يكون عمل قضايا في حياته السيد هذا باين معناتها فما رمضان جاف في الصيف تعب وكان معامل يعيد بالخميس يا اخي جاه في الجمعه اثار حفيظته فهبط له الخبر هذا نشوفوا الفيش تكنيك وجوج لهنا نتاع مفتي الجمهوريه ايش فيها بلوتو الفيش ميتيه تحديد بداية كل شهر قمري اعتمادا على رؤية القمر فيكو انظر على قده نستعمل الكالندري قاعدين معنا حتى مشكل الثانية هو المشرف على الأجانب اللي باش يعتنقوا دين الإسلام هذيك أكيد زادة كيف كيف راكدة شوية الأمور ما فماش أجانب جاية لتونس دونك ما خدمتش على روحها الثالثة يجاوب على أسئلة المستفتين بالتليفون شوف معناتها عبارة معناتها سنتر دابيل وأي واحد عنده كيستيون في الغرض معناتها هذا انا فهم واحد برك يذوري قاعد يطلب فيه انت هل انه كي قلبوا على الشرعيه يتسموا كفار والا لا فيقول له اي نعم كفار خاطر لا فما نيميرو فير على الباج لا فما نمروه لا فما حتى ميلينغ معناتها ما ينجمش يجاوبك منصب مفتي الجمهوريه حاجه عظيمه ياسر وفيها مسؤوليه كبيره دوكو قعدت نسال شكون منكم لهنا والا شكون سمع قبل واحنا صغار وتسالنا شنو الخدمه نتاع المستقبل اللي تحب تخدمها والرد كان مفتي جمهوري شكون مثلا عرضتك يوسف قبل جامي واحد هكا سالته قال لي نحب نولي مفتي وانت بريسك عايش معناتها مع الانبياء والرسل المقدمه عرضتك شي عمري
امبوسيبل معناتها تصير. شكون بينه وبيروح يقول هاي والله هيك المهنه هذيك. انا بلوتو نشوفها الاكثريه انه الواحد كان ناوي على ولي صالح ما خطفتلوش اول دور عرضته مفتي الجمهوريه دار على اليمين ما تلفتش وراه. مفتي الجمهوريه معناها حاجه نقولوا احنا تطلب ياسر مجهودات, تطلب ياسر حفاظه نتاع قران واحاديث تلمو تحسوا اكثر واحد مسلم في البلاد, تحسوا حافظ الرساله زاده بالريبليك نتاعو بالفؤوف اللي تصبت. حاجه اخرى, تعرفش يجمع كلمه مفتي شني؟ مفاتي. هو اي تونسي خارج من صلاه الجمعه معناتها عنده درجين ربع ساعه في يده يفتيلك في اي موضوع تحب عليه والسلام. كلمه مفتي الجمهوريه الجمعه نتاعها مفتون. مفتون. شكرا لك, معلومه جديده. هاي هذه الحاجه الوحيده اللي خرجت بها الحقيقه بتعرف. وعنده ثلاثه حاجات مهمه يعمل فيهم. ثلاثه حاجات مهمه. هو مربوط اكثر, مش لازم نفك عليه, مش نتكلم فك على قد. يسميه رئيس الجمهوريه, مفتي الجمهوريه. يسميه رئيس الجمهوريه مش رئيس حكومه يعني. ل 11:52 دقيقة بكلكم تفتيوا وليتوا تعرفوش فماش ما فماش. عارف حلقتو هكا. نمشيو للسونداج كيف ما قال لي يا علول, ويزمك تمشي الآن للسونداج اللي سألنيكم فيه. هل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أيام زمان خير من توا إي وإلا لا؟ دونك الإجابات متاعكم 34% قالوا توا خير, و 66% قالوا قبل خير. متوقع. اما 34% 33% ظهرت لي برشا. بون ما يسالش. جينيراسيون جديده. جينيراسيون جديده. اللي ما حضروش بالكش على قبل كيفاش قبل خير عام 2000 معناها. عام الفيل احنا قصدنا مش عام الفيل. سنوك تحب نكمل لكم قصتي ما بين النصر والبزنس. انا راهو فما تنبيرة خرج من عند الشيف مهدي, انا مانيش مسؤولة عليها. مانيش مسؤولة عليها مهدي الشيف, مانيش مسؤولة على التنبيرة اللي خرجت اليوسف اللي قالك العسيدة متاعك في النصر باللم من نمز. خلي حط من نمز مش دنيا. صحيح مش دنيا. شكرا لكم الاولاد, يعطيكم الف صحه. شكر كبير للناس النساء اللي جاوا بحذنا اليوم, لميا منصر, حفيظه بيار, ولا هديه فرحات اللي جاوا جابونا العصيده. الف الف شكر ليهم ومبروك مره اخرى لميا منصر اللي تحصلت على أباً وأزين عسيدات, حصلت على 500 دينار من أهداء إيا فيم برنامج المدام وجيها. مولدكم مبروك الناس الكل. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا, وإن شاء الله ربي يعمرنا قلوبنا بالمحبة وبالسلام وبالحاجات الباهية الكل. شكرا لك يوسف, شكرا لك. مولدك مبروك, ومولد مبروك للناس كل اللي سمعتنا اليوم. شالت قبل غدو مرسي بوكو. راجح كيف شال مولد مبروك. مولدك مبروك يا وجه. دوبلكشي مرسي بوكو للميمة اللي بعثت لنا صحفة العسيدة, نقولوا لها يعطيها ألف صحة بارك الله فيها. أمين يا ربي يشدها بصحة بدنها بالبنان. أمين. لقلقها راهو يا حاجة, راهو لقلقها الصحفة جات ملقلقة شوية, ولكن نحن كليناها رغم الداء والأعداء. علي عرعود مرسي بوكو, اليوم وقفة الرجل الحديدي, شكرا ليك مرسي بوكو. نور بولابيار خو ولد المرأة الفولاذية, وقفة حديدية على العصيدة. على شكرا كيف بوغانجيت اللي نتمنى لها ان شاء الله تكون في صحة جيدة مريضة شوية بنيتي. مرسي بوكو لسه سوا. شكرا كذلك للجيبوعة. نعود نقول لكم ان شاء الله مولد مبروك, كلوا العصيدة وتمتعوا وشيخوا, ونتقابلوا غدوة ان شاء الله في نفس التوقيت 9:30 الصباح. باي باي.